روح أيضا لتغريدة صراحة ومقطع فيديو لفتني كثير في حساب منوعات وثقافة يحيى قاسم، تكلم عن المنظر الذي يشاهده الطيار عند تحليقه في سماء مليئة بالسحب. راح نشوف مع بعض هذا المنظر اللي ينفرد برؤية الطيارين، الله يعطيهم العافية، والطيور أنفسها منظر صراحة أكثر من رائع وجميل ويخطف الأنفاس وياخذك لعالم من الخيال، ممكن في بعض الأحيان، بس أتمنى ما ياخذ الطيارين لعالم الخيال عشان الطيارة تكفى. يعني صراحة شكرا لمنوعات وثقافة على هذه المقاطع الجميلة يحيى قاسم اللي بنشوفها في حسابه عبر تويتر، ودائما بنشوف الجديد والمتنوع في هذا الحساب. روح لي